حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من السؤال الأهم. أحبتي الكرام، اليوم سؤالنا راح يكون: هل ما تبقى من عمر هذه الدورة البرلمانية يستحق هذا العناء وهذا التدافع الموجود، أم الموضوع هو أشبه بالماراثون من أجل تمرير بعض القوانين وتعطيل أخرى؟ راح نناقش هذا الموضوع ومحاور أخرى مع ضيوفنا الأكارم، الأستاذ عماد المسافر باحث شأن السياسة، حياك الله أستاذ. حياك الله أبو ياسر. وأيضا الخبير الأمني الأستاذ سيف رعد، حياك الله أستاذ سيف. اسمح لي أستاذ رعد، نبدأ مع الأستاذ المسافر. أستاذ عماد، شنو مشكلة المكون السياسي السني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا سيدي الكريم، تحية لجنابك وللضيف الكريم مشاهديكم الأكارم. يعني حقيقة العملية السياسية والبيوتات السياسية بهذه العملية السياسية تكاد لا تخلو من مشاكل. كل البيوتات السياسية، البيت الكردي، البيت الشيعي، البيت السني، فيه مشاكل وفيه انقسامات. لكن ربما المشكلة الأبرز الآن اللي تطفو على السطح هي مشكلة الأخوة في البيت السني، وما حدث من فراغ برئاسة مجلس النواب اللي هي عرفا من الاستحقاق الأخوة في البيت السني. المصالح تلعب دور كبير بهذا الموضوع. هسه ما نريد نتكلم على الأوزان الانتخابية، نعم هي الأوزان الانتخابية داخل البيوتات أو عدد المقاعد لها حضور ولها تأثير، لكن المصالح هي ترجح الكفة، خصوصا أنه احنا هذه يعني مثلا اختيار رئيس البرلمان من داخل المصالح البيت السني، عفوا فيما بين المكون السني، يعني تقصد الفصيل السياسي السني في يعني بينات فيما بينهم. طبعا ما اكو نص دستوري يقول انه للكتلة الاكبر، عرف هذا يعني داخل المكون. انا اتكلم مش العرف بانه الكتلة اللي تطلع اكثر اصوات هي يروح لها انه رئاسة البرلمان. ما شهدناه من انقسامات بالبيت السني كانت كبيرة، خصوصا وإحنا شهدنا قبل هذه الجولة كانت هناك جولات لانتخاب، وكانت الأسماء التي طرحت فيها إشكالات كثيرة. أخو بتقدم طرحوا اسم السيد شعلان الكريم، وما واللغط اللي رافق ترشيح السيد الكريم، بعدين بقى السيد المشهداني والسيد سالم العيساوي هم المرشحين. وبالجولة اللي سبقت هذه الجولة كانت هناك منافسة بين السيد العيساوي والسيد شعلان الكريم، وما كانت أكو حظوظ للسيد المشهداني. تفوق السيد العيساوي بفارق الأصوات، وكان من المؤمل أن تكون هناك مباشرة جولة أخرى لحسم هذا الموضوع، لكن حدث ما حدث في تلك الجلسة وتأخرت هذه الجلسة. بعدين من طفت على السطح قضية شعلان الكريم وتم استبعاده من الترشيح، بقت المنافسة محصورة بين المشهداني. الأخوة بتقدم الآن أصبحوا يدعمون السيد المشهداني لاعتبارات عديدة، ومنها أقول هذه الانقسامات داخل المكون تخلي التقدم يدعمون السيد المشهداني لاعتبارات عديدة، يمكن أهمها ما يريد السيد الحلبوسي أن يكون مرشح أو رئيس برلمان من البيئة اللي هو كان موجود بها وإلى بيها يعني نفوذ. السيد الحلبوسي داعم، السيد الحلبوسي الآن داعم السيد المشهداني بصورة علنية، الأخوة بيتقدم ويقولون إحنا نمثل الأغلبية. لكن المفارقة هم نفسهم كانوا يشكلون على السيد المشهداني عندما كان السيد شعلان كريم مرشح، ويقولون هذا مرشح السيد المالكي وما يصير يجي واحد يدعمه يصير علينا رئيس مجلس النواب، هو من الإطار، يعني هذا مرشح الإطار، هسه صار مرشح تقدم. للآن يعني طلع من عند الإطار، إيه للآن الإطار رمى الكرة بملعب النواب وحضر الإطار بمكوناته داخل مجلس النواب. الآن الجولة يعني انتهت هذه الجولة بحصول السيد المشهداني على يمكن 152 صوت والسيد العيساوي على 95 صوت، وهناك أصوات باطلة والسيد عامر عبد الجبار 9 أصوات. كل هذا ما يحسم، احنا نحتاج النصف زائد واحد 165 أعتقد يلا يقدر يحصل يفوز برئاسة مجلس النواب. هناك جولة ثانية، طو مجان نص ساعة من أجل أن تكون هناك جولة ثانية، لكن كل البوادر أعتقد تقول أنه ما راح تنحسم هذه القضية حتى بالجولة الثانية. طيب أستاذ سيف، اللي تفضل به أستاذ عماد، أكو هناك يعني
يقول لك الكرة اليوم ملعب الإطار. طبعا أي الإطار هو اللي يدور هاي العملية كلها. يعني الموضوع مهم من السنة تبع هذا الطرح. بداية شكرا على الاستضافة وتحية طيبة للأستاذ عماد وجميع متابعي قناة دبليو تي في. لا شك أنا أعتقد الإطار هو أساس المشكلة، لأنه الإطار اليوم تجي هو انقسم إلى فريقين، جناح يدعم مرشح السيد المالكي وجناح آخر يدعم السيد السيد السوداني، وهذا أيضا ذكره السيد الحلبوسي في لقاء الأخير بأن هناك كان ضغط من السيد السوداني على بعض النواب بالذهاب لمرشح آخر. فبالتالي أنا أرى بأن هذا المنصب اليوم بعد أنت ما ذكرت بعد مرور يعني سنتين مش بقالة، يعني المنصب يعني ست شهور، يعني ليس هناك جدوى. يعني أنا أشوف لكن أكو قوانين لحد أكو الآن، أكو قوانين يعني، ولهذا هذه القوانين أنا نقول هذه القوانين اللي يريدها أطراف من الجهتين من الجناحين داخل الإطار التنسيقي. فلهذا نرى أنه المشكلة، نرى اليوم الإطار التنسيقي يتكلم بالمفاوضات وروحوا اتفقوا بيناتكم، روحوا أنتوا شكلوا أغلبية سنية وقولوا إحنا هذا مرشحنا، وبالتالي إحنا نجي ندخل نوقف ويا المرشح. لكن هنا اختلفت، شوفوا يا من 2003 لحد الآن كان رئيس البرلمان يجون هم السنة يقولون هذا مرشحنا، وهم يصوتون عليه بقية الكتل السياسية. اليوم اختلف هذا الدور، اختلف الدور، أصبحت قيادات وكتل وأذرع داخل الإطار التنسيقي هي من تحدد من يصل إلى منصة رئيس مجلس النواب. وهذا أعتقد إلى بعد استراتيجي، يعني يغير من شكل التحالفات المستقبلية. والآخر يقول لك أستاذ سيف إذا عنده هيك إمكانية كان مرر من أول جلسة للسيد المشهداني، ليش كل هذا التأخير؟ مو أنت هو ماكو هو منهم يقول لك أكو جناح ثاني ما يريد المشهداني، لأنه المشهداني نفس ما ذكر أستاذ عماد يشكلون عليه أنه مدعوم من السيد المالكي، وهذا صحيح يعني مدعوم من السيد المالكي، وما ينكر هذا الأمر السيد المالكي. يعني مو نقول إحنا أنه ولا وحتى بالتالي حتى تقدم يعني رضخ لهذا الأمر وقال أوكي محمود المشهداني، لكن الأطراف الأخوة لا تريد أن يكون محمود المشهداني، وهذه لها تبعات مثل ما ذكرنا. أكو بعض القوانين، إحنا جاينا انتخابات مجلس النواب، يحتاج كلا الطرفين بأن يمرر ما يريده من خلال هذا المنصب، من خلال رئيس مجلس النواب، كقوانين خاصة بالانتخابات، كمثل ما أعطى بعض التلميحات السيد المالكي بأنه كل صاحب منصب قبل 6 شهور يجب أن يستقيل من منصبه. فهناك إذن نقاط خلافية داخل أطار التنسيقي، لذا كل من طرف من هذه الأجنحة الاثنين يريدون يمرون اللي هو قريب عليهم، اللي قريب عليهم وعلى رؤيتهم وعلى خطهم، من أجل تمرير بعض القوانين اللي تصب في مصلحتهم الاستراتيجية. لذا أنا أقول تغير المفهوم وتغير اللي إحنا نقول دائما من نجي التوافقية اللي انتهجت بالحكومات من 2003. اليوم إحنا نتفق إنه رئيس الوزراء شيعي وأيضا رئيس الجمهورية، هذا ما وجد بالدستور، لكنه صارت توافقات وصارت مثلا نقول من بعد الحكومات انه صار بعد توافق، يجي رئيس جمهورية كردي ويجي رئيس مجلس نواب سني ورئيس الوزراء شيعي، هذه التقسيمات لكن اليوم اختلفت. اليوم بعض قوى الإطار تريد الذهاب والانفراد بتحديد رئيس الجمهورية، أوكي يجيب لك كردي لكن يخضع للضوابط والقيادات البارزة في الخط الشيعي، أوكي يجيب لك رئيس مجلس نواب سني بس أنا اللي أجيبه، أنا اللي أحدد لك إياه، وهذا اللي ده يحصل. الآخر يقول لك استحقاقهم والأغلبية، وهذا أنا أقول لك إيه، مو هذا تغيير. فمعناها أنت قاعد تمشي في اتجاه لح تخلي عقبات. هسه تأخرت القيد لعد تشكيل الانتخابات الجاية وتشكيل الحكومة، القيد لح يستمر وفق هذا المنظور، لأنه ماكو بعد ثقة
ماكو بعد ثقة، أصبحت القوى السياسية ناس تكسر بناس، يعني ما ظلت أكو ثقة، بالتالي هذا أيضا ينعكس على ثقة الشعب، على ثقة الشعب أيضا بالسلطة التشريعية، ماكو ظلت ثقة هسه بالسلطة التشريعية. السلطة التشريعية نشوفها حاليا مع الأسف يعني دورها مو ذاك الدور. مع ما حدث يعني ليلة أمس في الجلسة السابقة وهذا التدافع والتطاول على أحد النواب، لكن هناك من يقول أن العراق مع كل هاي الظروف اللي يمر بيها يعني العملية السياسية تقريبا سلسة، يعني ظروف المنطقة والعراق ووضعه الجيوسياسي والعراق وموضوع الفصائل وهاي القصة، وإحنا نمارس يعني العملية السياسية بكل سلاسة. يعني اكو ناس هذا رايها. خلي اتحول اروح الاستاذ المسافر. استاذ عماد، استقاله الخنجر ممكن ساهمت تسهيل قضيه يعني انه تمر ترشيح المشهداني؟ يعني قضيه السيد الخنجر واستقالته وقضيه المساءله والعداله، ما هي طبعا اكيد لها تاثيرات على الواقع السياسي وعلى ما يحدث الان، لكن ما اعتقد بهذه السرعه انه تاثر. يعني تعتقد انه مثلا النواب التابعين للسيد خميس الخنجر لمجرد استقال ما راح يصوتون للمرشح اللي يقف بالضد من الحلبوسي؟ ما اعتقد لها تاثير، بس مو بذاك الحجم. استاذ سيف يقول بالسابق كانوا الاخوه السنه يجون بمرشح ويقولون هذا مرشحنا، وما اعتقد هذا الكلام دقيق 100%، لانه كل الاخبار تقول انه الحلبوسي ايران سوته والاطار سواه. طيب انا اتعجب اذا هو الحلبوسي ايران سوته والاطار سواه، ايش دعوه يتغنون بهاي الزعامه اللي جتهم مصطنعه؟ زعامه مصطنعه سوتها ايران وسواها الاطار، ايش دعوه هيك مسوينا زعيم وما يصير له بديل ولا يصير له مثيل وهو هاي مو هاي القضيه. انا اقول قاده الكتل السياسيه، هناك من ذهب ابعد استاذ المسافر، يعني يقول لك يعني ردد القسم بالجمهوريه الاسلاميه. هسه هاي التفاصيل هو ممكن انه يجيب عنها ويبرئ ساحته ويطمن جماهيره، يقول لهم انا ما تابع لايران وما تابع للاطار. طبعا اكو كتل سياسيه مثلا تشكل، يقولون مثلا اكو من يشكل يقولون زعماء الكتل السياسيه يملون على النواب والنواب يصوتون، وما شاهدنا انه يقول الاطار من قسمين، قسمين قسم للعيسى وقسم للمشهداني. وانا اشوف هاي بها اريحيه، انه نواب الاطار عندهم اريحيه يصوتون لهذا ويصوتون لهذا. حتى بذيك الجوله اللي سبقت هاي الجوله كانت توجه الاخوه بدوله القانون تصويت للسيد المشهداني، لكن مو كل دوله القانون صوتوا للمشهداني. اكو اريحيه للنواب واختيار براحته يصوت، ما عنده هاي القضيه. القضيه وين استاذ؟ القضيه انه المكون ما حاسم امره. المكون ما حاسم امره. المكون لو كانوا على هي هاي ما تصير، يعني انا اقول ما تصير. لكنه انه هذه الاتفاقات انت ما عندك امكانيه ان تطمئن شركائك اخوتك بالمكون، شلون عندك امكانيه انه تطمئن بقيه المكونات ويجون ينتخبونك؟ الاطار التنسيقي بصفته انه يقود هاي المرحله السياسيه واحده من الاهداف الاستراتيجيه عند الاطار التنسيقي، ما يريد اضعاف اي بيت من البيوتات السنيه، لا البيت السني يريد يضعفه ولا البيت الكردي يضعفه، يريد المحافظة على العملية السياسية. المحافظة على العملية السياسية، لأنه نجاح العملية السياسية نجاح الإطار التنسيقي. وهذه الروايات أنه والله الإطار التنسيقي يريد أي ما يخالف، أكو مصالح تتطلب أنه أنا أجيب، أنه أنت إلا تجيب لي واحد يعني مثلا مشمول بالمساءلة والعدالة وتفرض علي رئيس مجلس نواب ولازم أنا أحترم هاي الإرادة، ما يصير هذا. القضية قضية أخرى، سيد الحلبوسي شنو الناس نامت وقعدت وطلعوا من المنصب؟ لا، أدين بجريمة وهاي الجريمة القضاء أدان بها وطلع منها. يعني مو مسألة أنه أكو، لا يقولون لا أكو استهداف لهذه الشخصية. إذا الإطار يستهدف القضاء هم يستهدف القضاء، يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف. هنا نحتاج شخصيات حقيقية أنه تمثل المكون، مو كل المكون يمثل الحلبوسي، ولا كل المكون يمثل محمود المشهداني، ولا كل المكون يمثل سالم العيساوي، لكن اكو اتفاق
خليه يتفقون بعدين. استاذ سيف تفضل بقضيه دقيقه جدا، هو ايش يبغى من عمر البرلمان؟ معقوله هسه انت تريد تقنعني وتقنع الناس هاي انه هذا رئيس البرلمان حصه المكون من راح يقعد ورا الكرسي راح تنحل مشاكل المكون كل ست اشهر خوي، امتيازات وسيارات ورواتب وحمايات تمام، والمكون اذهب انت وتقاعد وانت يا المكون عود ننظر بامرك بالدوره الجايه. هاي القضيه، القضيه الاخوه بتقدم ما يريدون الساحه تفرغ للعيساوي وانه ينافسهم برقعتهم الجغرافيه وبهذه الصراعات. استاذ عمال احنا مرات اتفاقاتنا يعني تعبر الست اشهر وتعبر السنه بين ما نوصل لفد اتفاق، هذا يعني هم مشكله هاي فعلا. ذكر استاذ عماد السيد الحلبوسي، يعني تعتقد السيد الحلبوسي استراحه مقاتل ام قناعه بما جاء من القضاء؟ يعني شوف الرجل ما عنده ذيش المحاولات للعوده. لا ما اعتقد انه حيرجع، يعني هو فهم الوضع وما اعتقد انه يجازف بعوده لمنصب يعني في هذه الفتره حسب قراءاتي. لا هو ما مذبوه براس الاطار، كل اللي قالوا انه ممكن انه ينشقون عنا نوابه وهذه لاول مره، يعني ترى هذه اهم نقطه ايجابيه، يعني نحكي السلبيات نحكي ايجابيه. طيب لاول مره انه رئيس مجلس النواب، كم رئيس مجلس نواب عندنا؟ كلها فقد الشعبيه. ليش؟ لانه طبيعه الطبيعه السكانيه لسه انه مو مثل الطبيعه الشيعيه بارتباطها العقائدي، يعني على المنصب. فلهذا هو يتخوف من بروز شخصيه تقود رئيس مجلس النواب من الانبار. لهذا يقول لك انا اجيب لي واحد من بغداد من هذا يعلم ما ينافسه على 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 نفوذه في الانبار، لانه طبيعه العشائر هناك كل هذا حتجوا تروحوا وياه بالدوله، من ابن الدوله اللي صار بالمسؤول هي تروح وياه. لهذا وين سليم؟ حاجم الحسني وينه؟ شوف رؤساء مجلس نواب انتهت حتى حياتهم السياسيه، بعد ما يمتلكون لهم كرسي واحد لهم ما نجحوا يجيبوه، بينما هو خرج من المنصب ولحد الان مسيطر على كتله سياسيه متماسكه ودخل بالمجالس المحافظات وهو مقال وحصل. فبالتالي انا اعتقد هو حاليا يقول لك انا ما اريد اضيف بعد شيء. ليش يعني الصاق الزعامه زعامه المكون السني بهذا المنصب؟ يعني هسه عندنا مثلا السيد المالكي رجل لا عنده يعني منصب تنفيذي، حكيت لك ولا الطبيعه السنيه، عنده كاريزما، عنده الطبيعه السنيه مختلفه، هو لهذا اتجه بخط ثاني يقول لك انا اسوي لي جمهور وكتله سياسيه وحزب وافرض نفسي وفق الانتخابات، وبالتالي راح يصير عندي قرار سياسي، مو الا اكون بس هوايه ما لهم، يعني السيد عمار الحكيم داخل ولا سيد نور المالكي رشح بعد وايد يعني من الزعامات، يعني ما دخلوا للسياسه ولا رشحوا بعد يعني، ولكن حافظوا على وجودهم، حافظوا على مستوى القرارات اللي صدروها وعلى التزام ايضا جماهيرهم وعلى التزام نوابهم وفق القرار اللي قاعد دا يصير. بالتالي انا اقول لك مثلا الشيخ خميس لا فشل بهذا الامر، الكثير من النواب اللي دعمهم صعدهم وصلهم ورا ما يصيرون يطلعون من عنده، يعني ما قدر يثبت هذه. اكو تدخل خارجي يعني مباشر بقضيه يعني انتخاب رئيس مجلس النواب من قبل الفصيل السياسي السني من الخارج؟ يعني انا اعتقد في هذا الظروف وعلى هذه الفتره لا وجود لتلك الضغوط، لا تركيا ولا سعودية، يعني في هذا الوقت لا وجود لهذه الضغوط، لا وجود لها الضغوط. أنا أعتقد الملف السعودي ترك الملف العراقي ومن السيد الملف العراقي وفقط تركيا، بدنا نكون واقعيين يعني ترك هذا الموضوع الساحة، نشوف لأنه نشوف اللقاءات نشوف حركة السفير حتى السعودي اتجه للنجف واتجه للعشائر الجنوبية والمضايف مع البصرة، اتجاه مختلف يعني سياسة الدولة اختلفت. فبالتالي أكو ناس متوجسة يعني من هذا التحرك اللي يعني بالنسبه اللي يدور به السفير السعودي بهاي يعني بهاي المناطق الجنوبيه، اكو سؤال يقول لك ايش عنده هو بهاي المناطق؟ اختلفت السياسه، سياسه البلد كلها اختلفت 180 درجه. روح انت شوف بلينكن من استقبله
استقبل وزير. يعني اليوم سفيرنا العراقي يقدر مثلا يروح للقطيف للإحساء هذا التعامل بالمثل هذا احكي لي من تكون عندك دولة قوية وذات سيادة من يطلع سفير هنا أنا أطلع أفتر بنفس الحالة وهذا اللي ينعكس على إيران وينعكس على أمريكا وينعكس على كل الدول اللي موجودة ما ينعكس بس فقط يعني السعودية. السيادة ما عندنا اليوم هذا شفناها يعني بالرد الكيان الصهيوني. خلي أروح لأستاذ عماد بس أسأل على القوانين. ممكن أستاذ عماد آسفين تأخرنا عليك ممكن أنه انتخاب رئيس مجلس النواب إلى علاقة بتمرير القوانين يعني ممكن جمدت كل هاي القوانين لحين يقول لك أنا إذا ما يجي الرجل اللي هو استحقاقنا باعتبارنا إحنا رئاسة مجلس النواب إنه سنة من مرر القوانين إذا ما ننهى هذا الملف ممكن؟ لا ما لها علاقة كبيرة بها بموضوع اختيار الرئيس. أنا أعتقد إدارة مجلس النواب يعني السيد المندلاوي أبلى بلاء حسنا بإدارة مجلس النواب وأقر قوانين مهمة يعني بغياب هو يعني رئيس بالإنابة وأقر قانون مثلا عيد الغدير اللي يعتبر قانون مهم للمكون الشيعي أقر قانون مثلا تجريم التطبيع المثلية وغيرها والش اسمه إلى البارحة كانت على مرمى حجر أن تقر هذه القوانين المهمة لكل المكونات قانون الأراضي وقانون العفو وقانون الحشد وقانون الأملاك قانون تعديل الأحوال الشخصية أربع قوانين كانت في سلة واحدة. هذه قضية إدارة واتفاقات سياسية ممكن أنه أنا تصوت لي على هذا القانون أصوت لك على هذا القانون. لهذا البعض يشكل يقول ليش بسلة واحدة يجونها حتى يصير نصاب. فهنا تجي الإدارة أما بالدستور بالقانون هذه القوانين ما تمر إلا ينتخب رئيس. أنا أعتقد حتى الأخوة بتقدم غير جادين مثلا حتى بقانون العفو نسمع دائما أكو عرقلة لقانون العفو والشيعة ما يريدون قانون العفو وكذا. طيب أنتوا إذا جادين الإخوان بالش اسمه أنتوا مو تهددون بمقاطعة جلسات مجلس النواب إلى ما صار واحد من تقدم. هو فعلا راح يشمل الأستاذ عماد السراق ونور زهير. لا هسه هذا كله هي مسودة قانون. باحث سيد بيان دخيل يعني شفنا له لقاء بإحدى البرامج تقول هذا يعني تفصل على نور زهير. أحسن يعني ما أعتقد أنه هذه الفقرات ولا أنا مثلا متخصص قانوني في سبيل أناقش هاي. أكو لجنة قانونية هاي اللجنة القانونية النواب اللي عندهم اعتراضات على بعض النقاط بهذا المشروع القانون ممكن مناقشتها ممكن تعديلها ويمكن رجاعها إلى مجلس الوزراء كون المشروع جاي من مجلس الوزراء. لكنه أنا أقول مثلا إذا كانوا جادين الأخوان بتمرير قانون العفو مثل ما يهددون دائما بمقاطعة جلسات مجلس النواب إذا كان هناك انتخاب لرئيس مجلس النواب من غير تقدم خو أن تقاطعوا جلسات مجلس النواب قولوا إحنا معتصمين ما نحضر جلسات مجلس النواب إلا يقر قانون العفو حتى عاد أبناء المكون مالتكم يقولون إيه والله دول صف فعلا جايين يعني لأنه مصلحة أبناء المكون أهم من مصلحة الرئيس وامتيازات الرئيس ومنصب الرئيس. فماكو ذيك الرغبة وذيك الجدية. هاي القوانين أعتقد يأخرون بيها إلى قبل الانتخابات حتى يناورون ويدغدغون مشاعر هاي الناس اللي ممكن تترجى أنه يطلع ابنها بالعفو ومن في سبيل أنه يكون هو هذا عبارة عن صوت انتخابي. لكن الآخر يقول لك يعني ما يمر هو القانون إلا من خلال رئيس مجلس النواب سن. لا ما أعتقد أنه بالنظام الداخلي يعني كان ممكن يمرر ممكن جدا مدلاوي. ممكن جدا كان يمر لولا اعتراض الأخوة بالأخوة الأكراد على بعض فقرات قانون الأراضي صارت الإشكالية ورفعت الجلسة. وأعتقد حتى إذا ما تم انتخاب رئيس بهاي الجلسة مثلا بالجولة الثانية ممكن جدا أن يدرج على جدول أعمال مجلس النواب مرة أخرى. يعني جنابك ممكن تعتبرها حسب ما يصفها البعض أنها قوانين جدلية. هي مؤكد ماكو قانون مو جدلي ماكو قانون. إحنا اليوم حتى هاي القوانين السماوية يعني الأحوال مستحقاق لا الحشد مستحقاق العفو مستحقاق كلهن استحقاق. هي هو ليش القانون أكو حاجة ماسة لأنه لهذه الموضوع تنظم بقانون. لكنه أنت تقول لي هاي القوانين مو جدلية. لا جدلية
ليش هو هسه مثلا الأخوة بالإطار التنسيقي أو بالبيت الشيعي من جايين يريد يعدلون على قانون الأحوال الشخصية، هم اجتهدوا من عندهم لو رجعوا للنصوص السماوية للتشريعات اللي تعود لفقه الإمام الصادق. هو كنا ناس معترضة على فقه الإمام الصادق مسوي تجدلي، هذا يصير وهذا ما يصير، تريدهم قانون ما يعترضون عليه؟ لا طبيعي، كل القوانين جدلية. لكن أكو قضية أستاذ إذا سمحت لي، القضية يكون هاي القوانين المهمة كنت تحظى بتوافق بالانسداد السياسي، الانسداد السياسي اللي قبل تشكيل حكومة السيد السوداني. الإطار التنسيقي قدم ورقة من 12 نقطة، واحدة من هذه النقاط الـ 12 اقترح بأن تكون القوانين المهمة أن يكون التصويت عليها بالأغلبية المطلقة، يعني مثل ما ينتخبون رئيس الجمهورية. لأنه ما من الممكن اليوم أنا قانون مهم أمرره بالأغلبية البسيطة مو ويمر هذا القانون، لا، أكو قوانين مهمة تحتاج إجماع وطني، وإحنا الإجماع الوطني ما جاي يصير. واحدة من القضايا المهمة اللي كان المفروض يكون بها إجماع وطني هي بعد استشهاد أبو مهدي المهندس والشهيد سليماني بحادثة المطار، عندما كان هناك قرار لمجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية. هذا القرار ما إجا بإجماع وطني، إجا بتصويت النواب الشيعة فقط، الإخوان السنة ما حضروا الجلسة والكرد ما حضروا الجلسة. فهذه القوانين اللي المفروض يصير بها إجماع وطني، كل القوانين جدلية وكل القوانين راح تمر أستاذ عماد، القوانين تمر يعني مع التعديل عليها هاي القوانين راح تمر. طيب احنا يعني فات نص ساعة الاستراحة اللي أخذوها أعضاء مجلس النواب، ممكن يمر السيد مشهداني؟ والله والنتيجة يعني أصعب يعني من 6-7. يعني مو انا بدي احكي بموضوع، هو انا يعني خليت لك سؤال على القوانين، لكن بعد ان تكمل تفضل. يعني انا اشوف الضغوط موجوده، يعني هو ذكر استاذ عماد بانه لا الاطار مطيهم اريحيه، لكن الاريحيه لا، ماكو اريحيه، اكو مسجات مسجات صوت لفلان، واكو نواب ما تلتزم. انت هسه احنا كنا احنا انا بارحة اصفن مجلس النواب اللي هو اكثر من 350 نائب، من اللي الفاعلين هالعدد الاصابع، ترى البقيه ما تشوفهم، البقيه كانما ما داخلين، يعني ما فايتين مجلس النواب، البقيه واتساب قابلين بكل شيء. واتساب هم الفاعلين فقط، هم ذول كم شخصيات. وهذا مو بس بهذه الدورة، حتى الدورات السابقة، احنا ليش قلنا احنا لازم نتجه الى تفعيل القوانين الدستورية؟ يعني مجلس الاتحاد ليش ما صار؟ على مود يبقى هذا مجلس النواب هو مهيمن على السلطة التنفيذية، ما عليه رقابة، من يراقبه؟ ما حد يراقبه. بينما اذا يقر قانون مجلس الاتحاد لا يصير هو الرقيب على مجلس النواب. من ضمن البرنامج الحكومي سيد السوداني انه خلال 6 أشهر ينكتب قانون مجلس الاتحاد. يا سنت صار 6 سنوات العبره ولا كتبوه ولا بالتالي بالتالي هذول اصحاب الكتل السياسيه والمهمين على مجلس النواب ما يريدون تفعيل القوانين الدستوريه، والا حتى اذا يصدر باشر عقبه ممكن مجلس الاتحاد يرفض القرارات مال مجلس النواب. بالتالي احنا نحتاج ايضا رقيب على مجلس النواب. نعم بدقيقتين، برايك القوانين مهمه مثل قانون المخابرات، بدقيقتين ليش ما يمر هذا القانون؟ يعني انا عند هذا حكيت فيه مال جهاز المخابرات، يعني جهاز المخابرات نعمل وفق ميثاق كتبه بول بريمر من 2005 لحد الان، واحنا عام 2024، يعني حصل لنا بحدود ال 20 سنه حنفوت وماكو قانون لجهاز المخابرات. وهذا جهاز المخابرات هو احنا نعتبره الخط الدفاع الاول للامن القومي العراقي. شلون هيك جهاز ما يعمل وفق قوانين يحدد الصلاحيات ويسهل منظومه العمل مالته؟ المخابرات تحتاج الى 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 قوانين تحمي ضابط جهاز المخابرات. شلون؟ يعني انت اليوم جهاز المخابرات يعمل، ليش نقول احنا الخطه الاول؟ يعمل في الساحه الدوليه، والساحه الدوليه لازم تحفظ حقوقها اقلها القوانين العراقيه. يعني انت عندنا مجازفه، عندنا ضباط تطلع على عمليه ابو بكر البغدادي المقبور،
الضباط عندنا جاسفوا بهذه العملية. طيب والحمد لله شكر قدروا يوصلون إلى مكانه وحددوه وغيره وغيره. أكو كثير من القضايا اللي ما يعني طبعا لسرية المعلومات ما تتداولها للإعلام ولا زالت في قيد السرية. طيب. لكن نحتاج إلى قوانين، وهذه القوانين أنا أعتقد في وجهة نظري لو قر قانون المخابرات يتحيد ويقيد الكتل السياسية باللقاء بالسفارات بالكذا، لازم موافقة حكومة، لازم موافقة جهاز أمني. أنت ما يصير تجي أي واحد يدعيك شيخ عشيرة يدعي سفير ويروح، ماكو. طيب هذا تخابر يعتبر. نعم. يعني أنت إحنا عندنا نواب يقعدون ويا سفراء، هذا هم ما يصير. طيب. إحنا لازم نحدد السلطة الحكومية. أنت من مصدر وزير تقعد أوكي، رئيس حكومة تقعد أوكي، رئيس جمهورية تقعد ويا سفارات، لكن كتل سياسية أحزاب شيوخ زعامات سياسية ما ممكن. لأنه لازم تتقيد في قانون، وأنا أعتقد أكثر الكتل السياسية ما تريد أنه تصير حجر عثرة بتشريع قانون جهاز المخابرات، لأن لح يحدد الكثير من الخطوات من التقائهم وطلعتهم وسفرتهم. شو الأسباب رأيك ما يقبلون؟ إيه مو هذا أقول، يعني أكو إرادات خارجية فرضا. طيب. إرادات خارجية. أستاذ عماد الختام وياك، أنا أريد أسألك حقيقة عن قانون الحشد، هذا هم أيضا راح يحتاج لتوافقات لو استحقاق العالم. أنا أعتقد أنه قانون الحشد إذا سمحت لي، من راح يمر، العيساوي أم المشهداني؟ وإذا كان المشهداني هل هو استحقاق السيد المشهداني أم فرض إرادة؟ لا، بالنسبة للقوانين اللي هي ممكن جدا أن تمر، يعني أولهن قانون هيئة الحشد الشعبي ما عليه ذاك اللغط الكبير وعلى عليه أنه إشكاليات، وكذلك قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية أيضا ممكن جدا أنه يمر، وقندني القوانين بهن نقاش، يعني قانون العفو وقانون الأراضي اللي أكو اعتراضات عليه. أما بالنسبة يعني إمكانيات فوز السيد المشهداني أو السيد العيساوي، هذا متروك للجولة الثانية للآن لم تتضح معالمها. وأنا أعتقد هو بالنتيجة هو استحقاق يعني للأخوة في البيت السني. هذا الاستحقاق تأخر كثيرا لأسباب عديدة نخوض بتفاصيلها ممكن ما يدركنا الوقت، لكن بالنتيجة لابد أن يكون هذا الاستحقاق إلى الأخوة في البيت السني، ويكون هناك إجماع على الأقل داخل البيت السني، أو هناك أكثرية داخل البيت السني تعتقد بأن هذا الشخص هو فعلا مرشحهم لهذا المنصب. الباحث بالشأن السياسي الأستاذ عماد المسافر، أشكر تواجدك معنا في السؤال الأهم، والخبير الأمني والاستراتيجي الأستاذ سيف رعد، شكرا جزيلا لك. وأنتم أحبتي أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، ألتقيكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. في أمان الله.